إحنا كنا نايمين في أمان الله. الثانية فجراً كانت هنا أنفاس أخيرة لدانيا وشقيقتها إيمان قضى عليها صاروخ إسرائيلي. لقيت البنت حنطت دوب ودمها هنا، دمها هنا، فرشة على راسها، دمها هنا، هي إحرامها، هذا الإحرام، هي الدم. وأختها الثانية تحت الردم هنا، كان كوم ردم تحت الفرشة، وهذا الإحرام الثاني تبعها برضو الثاني مليان كوم دم. وأحاديث أخيرة عن زفة عروس مرتقبة صارت وقفة حزن يرويها الأب المكلوم. لا تعلم ماذا يخفي لها القدر، بدها تطلع بالبدلة البيضة، طلعت بالكفن. انتقلنا إلى غرفة أخرى في البيت تضم ما جهزت العروس الشهيدة لفرحها الذي تحول لبيت عزاء يحمل ذكريات يواجهها الأب مرة بالكلام ومرة بالبكاء. هذا الجهاز، هذا الجهاز، هذه الهدايا تاعت أنا كم مهرة، مهرة العروسة. محمد خطيب دانيا لم يفارق بيتها منذ لحظة استشهادها. هنا كانا يجلسان يخططان لحياة قادمة تحمل حبا بتره الاحتلال الإسرائيلي، فبيت الحبيبة لم يجد فيه من يواسيه بعد غيابها إلا الأب المكلوم أيضا، ولم يعد هنا إلا أمنيات على مواعيد جديدة لن تتحقق. كتير أشياء نظبط دارنا، نخلف، ايش نسمي اسم ابننا؟ اسمه سامح، بقولها ام سامح. تمام، كثير في اشياء مش حقدر احكي. طب هيك استشهدت دانيا وشقيقتها ايمان في قصف الاحتلال الاسرائيلي لمنزل خليل البهتيني مسؤول لواء الشمال في سرايا القدس، الجناح المسلح لحركه الجهاد الاسلامي الذي ارتقى شهيدا مع عائلته. استهداف يظهر تحلل الاحتلال من اتفاقية جنيف الرابعة التي تضمن حماية المدنيين أثناء النزاعات والمقاومين حين لا يكونوا في مواقع اشتباك. يقول المكلومون إن البيوت المستهدفة قد تعمر، لكن من يعمر القلوب المكسورة؟ نيفين سليم، الغد، غزة، فلسطين.